الدكتور أحمد عبد القادر المهندس كان يقول في قضية التلوث البيئي، كان يقول أن اليوم المجتمعات يجب أن تفهم قضية مهمة، وخاصة المجتمعات الإسلامية، أن ديننا هو دين النظافة. إذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول اعطي الطريق حقه، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أقل شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، كل هذه النصوص اليوم تدعونا إلى أن ننشئ علاقة حقيقية وصحيحة مع البيئة. اليوم هذه الأرض التي أمرنا الله عز وجل بأن ننشئ فيها علاقة الاستخلاف وعلاقة الإعمار وعلاقة البناء وعلاقة التنمية، يجب أن نقدم لها العناية. اليوم ما ندعو إليه من سفراء الحب الموسم الثاني أن نتعامل مع الأرض على أنها علاقة جمادات راقية جدا. إذا كان محمد صلوات الله وسلامه عليه لما أخرج من مكة وقف على جبال مكة ونظر إليها وقال والله إنك لأحب البقاع إلي، يا جماعة هذا سمو وهذا رقي. لما يرتقي النبي عليه الصلاة والسلام حتى ينشئ ويعلمنا إنشاء علاقة حب بيننا وبين الأرض، فنحن في الحقيقة عند ذلك نحترم الشعوب التي ثارت من أجل الأرض.